كل حال المشركون كانوا يدعون الصالحين والأشجار والأحجار، وعددا من الأمور التي جعلوها واسطة بينهم وبين الله عز وجل. فهؤلاء المشركون الذين في زماننا وقعوا فيما وقع فيه الكفار السابقون من جعلهم المعبودات التي يعبدونها من دون الله وسيطة بينهم وبين الله عز وجل، فلا فرق بينهم وبين كفار قريش، فلا فرق بينهم وبين كفار قريش، بل كفار قريش أفضل منهم في الفهم والمعرفة، وذلك لأن كفار قريش فهموا معنى لا إله إلا الله ولم يقولها. أما هؤلاء المشركون في زماننا، ومن هنا نعلم أن الشيخ محمد الوهاب يرد في هذا الكتاب على من؟ هل يرد على كفار قريش؟ لا، يرد على كفار زمانه، عباد القبور الذين يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك هم كفار مشركون، لأنهم لا فرق بينهم وبين كفار قريش. فكفار قريش جعلوا بينهم وبين الله وسائط، وهؤلاء جعلوا بينهم وبين الله وسائط. فإذا كفار قريش فهموا لا إله إلا الله لم يقولوها، هؤلاء لم يفهموا لا إله إلا الله وقالوها وعملوا بنواقضها وخلافها. فليست لا إله إلا الله كما قال المصنف رحمه الله، ليست هي كلمة تقال باللسان، بل لا بد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها. لا إله إلا الله كلمة ثقيلة لها شروط ثقيلة، من لم يؤدي هذه الشروط لم يكن مسلما وإن رددها ألف مرة في ليله ونهاره. فلا بد أن نعرف هذا الأمر العظيم، لأن هؤلاء الذين يعبدون من دون الله أندادا في ليلهم ونهارهم في شدتهم ورخائهم هم كفار ومشركون وإن قالوا لا إله إلا الله. ومن هنا المؤلف رحمه الله يرد ضمنا على هؤلاء الذين يقولون إن هؤلاء أي عباد القبور أي أنهم مسلمون لأنهم لا يقولون لا إله إلا الله. ما تنفع لا إله إلا الله من دون عمل؟ تقول لا إله إلا الله وتذبح لغير الله، تقول لا إله إلا الله وتستغيث بغير الله، ماذا تنفعك لا إله إلا الله؟ كفار قريش أفضل منك وأحسن منك، لم يقولوا لا إله إلا الله لأنهم عرفوا أنهم لو قالوا لا إله إلا الله ما ذبحوا لغير الله وما استغاثوا بغير الله وما دعوا غير الله عز وجل. وهؤلاء يقولونها ويفعلون بناقضها، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. نسأل الله السلامة والعافية.